ايه تمام. ايه لا لسه ما تشاركت؟ هلا بيعطينا انه تشارك، بس الملف ما بين لسه، بجوز ضعف النت عند الباقي. اذا مبين عندهم يخبرون. لحظة بس. شارك ولا لا؟ تجدون المشاركة زملاء. أنا عندي ما في مشاركة حالياً، أكيد ما في الباقي مشاركة. شاركت؟ لا 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 ما تشاركت. حط إلغاء المشاركة وارجع شارك مرة ثانية، لأن ما أنا الشاشة واضحة. لا والله يا حكيم، شو المشكلة؟ ما بعرف، ثواني. عندي يا بيطلع مشارك الشاشة. الكل ما عنده مشاركة. ايه حكي، ما في مشاركة للشاشة ابدا. طيب إذا حدا عنده الملف وخرج يشارك من عنده خبرنا. طب ابعت لك اياها سيرة. إذا حدا خرج يشاركه من نعطيه الإذن يشاركه. الأسبوع الماضي شاركناه بنفس الطريقة. إيه صح، بيعطينا إنه تشارك بس الملف ما واضح هون أبدا. ايه طيب خلاص. طيب حكي، مشاركة ملف بلا مشاركة الشاشة بيزبط؟ ما في بالخيارات مشاركة ولا باوربوينت مثلا ولا يلا. لحظة نبدأ نشارك. دايما عندنا مشكلة في الأمور التقنية، بروح عندنا ربع ساعة بالمحاضرة. هلا مش الحالة، تشاركت الشاشة كأنه كان في شاركت ضعف ايه؟ النت. ايه تمام. الملف هلا الملف شفتوه؟ هلا لا لساتنا في التطبيقات، انه عم بتقلب الشاشة الرئيسية للجوال لا الملف واضح. هي مش كأنه أو كأنه كان بده ضعف النت واقف عندي. يعني شنطة أو كأنه بده يصير ايه كاتب. أنا كأنك طيب هيك تمام. وين وصلنا؟ أخذنا مقاربة فقط من خلال الـ MCP والـ RDW. ايه اخذناهم هدول. أنا اليوم مراقبة مقاربة الشحوب عند حديث ولادي. يجيني طفل، نحن اتفقنا على تسمية، ما بعرف إذا حكيناه كنا بالستاج بنرجع نعيدهم. الوليد من أين عمر؟ ميدي قلنا
الوليد من أول يوم حديث الولادة، من أول يوم الشهر أكملها لسه. من يوم الشهر 20 يوم، برافو عليك. من يوم 28 يوم، برافو عليكم. طيب الرضيع من 28 يوم جلس سنة، برافو عليك. والدرج أو الدارج من سنة لسنتين يمكن كانت، سنة لسنتين وما قبل درسين، من سنتين للخمس سنوات، من سنتين للخمسة، هدول الأعمار. إذا هلا نحن عم نحكي من سنتين للخمسة ما قبل المدرسة. طيب نحن عم نقول مقاربة شحوب أو فقر دم عند الوليد، معناتها أين عمر؟ من اليوم ل 28 يوم، من عمره يوم ل 28 يوم. طفل عندي خضاب ونازل أو شاحب، أول شغلة بعمل له يا مثل ما حكينا بفقر الدم الانحلالي تعداد الشبكيات، شو بنعمل؟ تعداد الشبكيات، شو بنعمل يا جماعة؟ أول شغلة بنعملها تعداد الشبكيات. الشبكيات مرتفعة يعني أكثر من 3% أو منخفضة تحت 3%. منخفضة مثل ما شايفين من الجدول هي غالبا فقر دم لا مصنع خلقي أو تصميت حمر وراثي. مثل إيش تصميت السلسلة الحمراء؟ قلنا أين مرض؟ مين بتذكر؟ فقر دم لا مصنع خلقي مثل فانكوني. تصميت حمر وراثي السلسلة الحمراء مثبطة واحدة، أين مرض قلنا؟ الورا فيروس 19. لا، بي 19 مو وراثي، بي 19 بيثبط السلسلة الحمراء بس مو وراثي. برافو عليك، بس ما هو وراثي. وراثي شو؟ ديامون بلاك بان، تذكروا؟ طيب نحن اعطينا وظائف الاسبوع الماضي ما؟ ايه دكتور انا اخذت الوظائف. يلا هلا بس نخلص المقاربه هاي نسمع الوظيفه وبعدها بنكمل. طيب ماشي. ديامون دي بلاك فان ميديا ياخذوا وظيفة الأسبوع الجاي ما دام ما بتعرف يرجع يراجع معلوماته فيه. مين؟ بنحكي عنه هلا إنه هو عندي، هو يعني وراثة جسمية مقهورة، بصير عندي نقص تصنع دم عند خلقي مع قصور بنكرياس خارجي بالإنزيمات الخارجية. كمان هنا سلسلة بتضبط كل السلاسل؟ ما عندي فكرة والله عن الأمر، يعني لا. كأنه بس السلسلة الحمراء. اخذي وظيفة انت كنت ياش اسبوع الماضي؟ لا استني اشوفك بس مين انت، استني اطلع العنوان، اطلع وين الاسماء وما ما بكبس عليه شو بيطلع لي اسماء. وين مين عم يحكي معنا؟ مريم بكور. يا انسي يا دكتورة مريم، هذا اسبوع جي تعطيه وظيفة، هو ثلاث أربع فصول يعني ما بجاوب منها، باختصار علاجه تشخيصه وصف عنه ماشي، شهادة راجع معلوماتي، تعطيه وظيفة يا مريم. تمام. طيب إذا قلنا نرجع لموضوعنا، إذا الشبكيات طفل حديث ولادة من عمر يوم 12 يوم طلع خضابه 9 10 خضابه نزل، بنعمل له تعداد شبكيات بنشوف إذا منخفضة في عندي احتمالين، يا فقر دم كل عناصر دم، يا فقر دم بس فقط بالسلسلة الحمراء مثل دياموند بلاك فان. نجي على النقطة الثانية، طبيعي أو مرتفع؟ طبيعي أو مرتفع؟ إذا في عندي الشبكيات طبيعية أو مرتفعة، شو بنعمل هون؟ بنعمل هون اختبار كومس. مين بيعرف هون اختبار كومس مباشر ولا غير مباشر بنعمله؟ في نوعين اختبار كومس، واحد مباشر مباشر، غير مباشر ما بنعمله؟ عند الأم. عند الأم
على مصل الأم. برافو عليك، تذكروا حقدين ولا دول بالسنة الخامسة. طيب نعمل اختبار كومس المباشر، إذا طلع إيجابي واضح القصة، فقر دم من حلالي شبكيات مرتفعة مع كومس إيجابي معناتها مشكلة مناعية. إيش أشياء مشكلة مناعية بسبب فقر دم من حلالي عند حديث الولادة؟ أشياء مرتفعة الار اتش والار بي او. تمام، مين بذكرنا الار اتش؟ الصوره ما واضحه زي كذا. الار اتش بين حمل بالظهر، حمل الاول الثاني دكتور، بالحمل الثاني. الحمل الثاني مظبوط. بيكون شديد ولا خفيف الانحلال بالار اتش؟ شديد. بيكون شديد. خفيف شديد دكتور، بيكون شديد الابو خفيف شديد. أ بي أو من هنا حمل بالظهر بالأول دكتور، أول حمل. الآر إتش شو بتكون زمرة الأم؟ شو زمرة الجنين؟ زمرة الأم سلبي والجنين إيجابي. تمام. والجنين برافو عليك. الأب بيكون إيجابي، الأم سلبية، بيجي الجنين إيجابي. أول حمل ما بتأثر، ثاني حمل بتأثر. أنا بتشكل الضوء.